نافعات حكومة الكفاءات على مشارف ثورة الجيار. وخلال شهر فبراير زعما شهر فبراير في واحد اليوم عندهم زيتون عيد الحب، كنا كنتسناو حكومة الموقرة تبين شوية على حب الوطن وترق أيضا الحال المواطنين، إلا أنها أبدعت مرة أخرى في جعل عيد الحب عيد القهرة والضلط وهدر كرامة المواطن اللي كينزف الدم في الشارع ولا حياة سليمة ولاد باز ليهم. الله يتبارك، احنا في المعارضين كان ما عندناش مسؤولية ديال تلبية الشأن العام، ما كيجيناش الناس، مرضنا في عقلنا، مرضنا في صحتنا، كيفاش كيديروا هما؟ كيفاش كيقدروا يحطوا راسهم فوق الوسادة ويديروهم النعاس؟ جوج حوايج، إما ميت ليهم القلب، هذه إلا كان عندهم، ولا باغيين ربما ولا باغيين فينا الخدمة، زعما اسمحوا لي ما عنديش شي قراءة أخرى وما كنظنش نكون. الخطير في الأمر أنه في الوقت اللي كتواجه فيه بلادنا، هذا هو اللي يحدث في الناس. الوقت اللي كتواجه فيه بلادنا يعني تحديات ومؤامرات من كل جهات، وبعد الإنجازات الدبلوماسية والرياضية اللي كان وراءها ملك وشعب، سياسات الحكومة إلا كانت لها نظرة سياسية وأنا أشوف في ذلك تسببت في إحداث شرخ في الجبهة الداخلية، والذي لا يتوالى الخصوم في استغلاله لتوجيه السهام لبلادنا، وهذا أمر خطير. مئات الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي لمواطنين مواطنات وصل لهم من الموصل العظم، من بعد ما قهرهم الغلاء ما بقاوش قادرين يتقدوا ديرهم. فمريرت شفتوا في الفيديو في مدينة مريرت شاب كيغوت كيقول السلطات بغيت الخبز باش نحبس من الاحتجاج. البارح الجمعة يوم الكسكسو بالنسبة للمغاربة، وفي حي الرباط، في حي يعني زعما في حي واحد الحي ديال الطبقة المتوسطة، نساء عيالات هازين ميكا فيها التقضية، جوج نفتات جوج بطاطات وجوج رخيص زوات بلا لحم وبلا دجاج. الرسالة: انتهى زمن القصعة ديال الكسكسو الأخضري، انتهى مع هذا. المضحك هو أن السيد الوالد الفلاحة واللي هو إطار ديال الفلاحة دوز حياته كلها في الدهاليز ديال الوزارة وأشرف على البخت القضاء، أثبت عدم كفاءته وأنه بعيد كل بعد عن تدبير القطاع من هذا الحجم. الصحفية شتو كطرح السؤال، راكم شتو الفيديو، بسبب غلاء بعض المنتوجات الفلاحية وعوض أنه يتواصل مع المغاربة من خلالها ويشرح لهم ويفهمهم سبب ارتفاع الأسعار مثلا، ويطمئنهم أن الحكومة مثلا غادي تأخذ تدابير للحد من ارتفاع الأسعار، شاف فيها باحتقار وبازدراء وزاد بحاله. حتى هذوك اللي موراه إلا انتبهتوا للفيديو دوك يضحكوا وقالوا ما يصفقوا عليه، زعما قام بإنجاز غير مسبوق وفي الواقع السلوك غير مسبوق. السيد الوزير خاصو يعرف أن الصحفية المسؤولة على أمور كتهم المغاربة وتتعامل معها بهذيك الطريقة راح حقرنا حنا كلنا كمغاربة، ما حقرش الصحفية بوحدتها لأنها كتسولو على أشياء كتهم مسائل كتهم القوت اليوم للمعيشة اليومية ديال المغاربة. ومن هنا كيبان مستوى الأداء طبعا ديال حكومة الكفاءات، وهي في الواقع راه غير التسمية الصحيحة راه غير في الشهادات. واحد صاحبي واحد صديق قال لك راه الشهادات بلا شي كيشهد فشي وصافي، حتى الشهادات ربما نقاش اخر، اما الكفاءه فسمحوا لي وقيل ما بينهم وبينها غير الاحسان. السيد الوزير وحكومته بقاو ناعسين حتى شعلت العافيه. الثمن ديال اللحم وصل 120 درهم، الشارع كينغل، مواقع التواصل الاجتماعي شاعله، المواطن منهار يحتج، عاد ضربتهم الفيقه باللي وقيل ناعسهم تقيل، راه خاصك تعوض بزاف وتبرح مزيان، عاد كيتبرموا ما كيفيقوش، عاد كيتبرموا. داروا اجتماع قالوا لينا غادي نتخذوا اجراءات، غادي نقصوا من رسم الاستيراد والضريبه على الضيفه على القيمه المضافه بالنسبه لاستيراد اللحوم باش نخفضوا الثمن. سبحان الله، ودابا شوفوا هاد العباد، نهار اقترحنا عليهم هاد الاجراءات في المحروقات علاش ما داروهاش؟ ياك هاد الرسوم كلها كتدخل للخزينه ديال الدوله، علاش اليوم صالحه والبارح كانت طالحه؟ ما خدامهاش، ولا الكرش ديال الطوموبيل ماشي هي الكرش ديال المواطن،
يعني دابا ولات الانتقائية والمزاجية. ثم واحد مسألة أخرى سيد الرئيس، بلا أنا لا أي مؤشر كتبشرنا الحكومة بقرب انخفاض الأسعار مع شهر رمضان، وزعما كاين غير رمضان غير رمضان هو دابا اللي كاين دابا المغاربة عندنا سقف واحد ديال الحياة ديال المغاربة كنهضرو على رمضان وماذا عن باقي شهور السنة. ثم شنو هي القيمة المضافة لخروج السيد وزير الفلاحة باش يتفقد السوق الجملة مع الفجر لأخذ صور صباحية؟ مشكلة راه ماشي كيما في السوق ديال الجملة في المعارضة ما عنديش الأرقام تقدمنا وهنا باش نسمعوا لي مزيان باش ما يقولش شي حد رحنا عاكل نزيدوا ولا راكبين على الموجة ولا محاولة لضغط العواطف. أبدا أبدا الحكومة كتقول أنها ما كتهضرش حيت غير كتخدم، ما كتهضرش حنا متفقين كتخدم. كنظن الحكومة راه في الشارع اليوم كنسمعها، الشارع يمكن اليوم صدر الحكومة لا ما ندخلو عاوتاني نقولو حنا كنزيدو خرجوا برا ما يسمعوش الحكم اللي صدر لصدر الشارع ولصدر المواطنين. انا فقط بغيت نزيد حاجه اخرى وما كتسمعش ما كتصمتش صمكه. اسمعوا لي عشان نقول الكلام، تقدمنا ب 21 طلب 21 طلب لعقد اجتماع اللجان اللي عندها علاقه بارتفاع الاسعار على جميع المستويات من القفه للمقاوله. تقدمنا ب 21 سؤال كتابي في الموضوع عباد الله. تقدمنا السيد رئيس السنتيسي وقع رسالة باسم الفريق الحركي للسيد رئيس الحكومة يطلب منه إحداث لجنة اليقظة وتتبع أسعار المحروقات. تقدمنا اسمعوا لهذه مزيان بتاريخ، علاش كنقول لكم اسمعوا مزيان؟ حيت كيقول لك كنتزايدوا، حنا ماشي كنتزايدوا ولا كنغلطوا، حنا قوة اقتراحية، حنا فريق بديل كنقدموا بدائل وهذا هو موضوع حاد حيت شفناهم فاشلين فاشلين وحنا دابا كنشهدوا عليهم المغاربه. احنا غادي نعطيكم 10 ديال البدائل متروحه في المدى الاني والمدى المتوسط والمدى البعيد، هي 30 اجراء. ودابا غير خذوا منها جوج ولا ثلاثه ربما غادي تحلوا المشاكل، ولكن المشكل ديال الحكومه تاخذها العزه بالاثم. الفرق بيننا وبينهم شنو هو؟ حنا ننتصر للوطن وما والو كينتصروا الاغلبيه. كما قال السي حضر راه ديما كنقولوا الاغلبيه راه ماشي هي الدليل، هانتوما شوفوا فين 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 وصلتوا. في 1/9/2022 بمعنى بست شهور هذه تقدمنا بطلب عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول، اسمعوا لي مرة أخرى، التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها قصد ضبط السوق الاستهلاكية ووضع حد للتسيب في الأسعار والاحتكار والأسباب المساهمة في ارتفاع المواد الاستهلاكية. دخلنا عليكم بالله دابا دابا هاد 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 اش كنقول لك هذه ما كاينش المبادرة ما كاينش المبادرة، هذا الشيء ست شهور هضرنا عليه، كون جلسنا هضرنا في ست شهور على هذا الشيء، غادي نوصل لهاد الفضيحة اللي وصلنا لها اليوم، حتى توصل المغرب وصل فيها العذر، حتى المغرب ولا كيهبط في الشارع، حتى ولينا محشمين مع الناس. اسمحوا لي شي حاجة ماشي هي هذيك، دخلنا عليكم الله دابا، ما غاديش نكونوا حلينا المشاكل ديالنا، وأيضا نلنا احترام ديال المواطنين. بلا ما يحسوا طبعا بهذا القهر وهذا الحقره اللي حاسين بها اليوم، وبلا ما يحتاج السيد الوزير انه يتصور مع الفجر في سوق الجمله راه يمكن راه ناعس في دارو كما هذا. الخلاصه تعنت الحكومه للانصات لمقترحاتنا والبدائل ديالنا يقابلها عجز وعدم امتلاك الحكومه لاي رؤيه لمعالجه الاختلالات البنيويه اللي كتعاني منها الاسواق المغربيه في جميع المواد والمنتجات. وبدل الحلول تلونا باش غير بالتبريرات والقاء المسؤوليه على الاخر ماشي حنا هما. اليوم اش كتقول الحكومه؟ كتكتفي بالقاء المسؤوليه على لجان مراقبه الغش. اسمعوا كتلوح المسؤوليه على هاد اللجان، حنا راه ست شهور قلنا لهم راه كاين تسيب نوضوا تحركوا وزيدون هاد اللجان المراقبه باش نكونوا شويه موضوعيين. ما عندهمش الامكانيات ولا السلطه باش يحاربوا اصل الداء اللي هما شبكات المضاربه والاحتكار. ومن المبكيات المضحكات، مرحبا بسي جمال،
ومن المبكيات المضحكات طبعا ان هاد المحتكرين اش كيقولوا حقرتوا علينا غير حنا، علاش ما درتش الحكومه لجان المراقبه لنوبي المحروقات؟ يا شاد جبدوا باش تقول لنا كاين جواب هاد الناس، علاش هادو ما درتو لهمش هاد اللجان؟ ولا هما هذا كلامهم ولا هما يديروا اللي بغاو؟ ها ما يهضر معاهم حد، يا كيطلع البرميل بنص سنتيم في ساعته المواطن كيخلصوا كيتزاد عليه في دقيقه وكينقص بسنتيم وكيقولوا لك حنا راه مازال عندنا السطوك ديال 3 شهور يزيد يخلص المواطن اخر 3 شهور. ايوا فين هما اللجان ديال التفتيش؟ فين اللجان المراقبه؟ شتي باش كتفقد المصداقيه، باش كتفقد الثقه في المؤسسات، لانها شغنقول لكم حتى راه قال السيد الرئيس حتى 5 مليار، هذا كلام دابا شوف دابا كلام كيدير الكلام، حتى 5 مليار اللي درنا ديال الدرهم باش دعمنا المحروقات ودعمنا المازوط ديال النقل، راه ولاو هاد الناس هادو كيقول لك راه استفدوا منا غير هما، يا غير لوبي المحروقات. راه جات الدوره ما لهمش هاد الشيء، القضيه رفعت حلقه مفرغه. شفتوا فاش ما كتكونش الصرامه وروح المسؤوليه والجديه كيفاش كنوليو كنعيشوا السيبه والفوضى؟ الضحيه طبعا هو المواطن، هو القصير اللي كل ما نقصر طبعا في المهمه ديالو، لان المواطن هنا هو الحلقه الضعيفه في ظل حكومه اضعف وعوض الترقيع والتبنات امام عدسات الكاميرات العابره. كنا كنتسناو من الحكومه اجراءات اصلاحيه حقيقيه في ظل هذه الازمه. الحكومه تبدا القطيعه مع الماضي، مازال شوف عاوتاني شوف عاوتاني البارادوكس، شوف لا كونتراديكسيون، دائما عندهم واحد الاسطوانه مشروخه بحال جاو مشي كوكب اخر. البلاد ما كانش فيها استمراريه، البلاد ما كانش فيها مؤسسات، ما شاركوش الحكومه 40 عام هذه، كيجيو كيقول لك حنا القطيعه مع اللي فات. مزيان ولو غير يكونوا قدام الكلام، والقطيعه مع اللي فات ومازال معتمد على النظام القانوني لاسواق الجمله ديال 1962 عباد الله. القانون دابا باش تحكم على الاسواق ديال الجمله هو قانون ديال 1962، اين القطيعه كيكون؟ شفت في العبات المره اليوم خاص اصلاح هذا النظام اللي اصبح متجاوز، هذا هو الاصلاحات الحقيقيه اللي بناهم يطرحوا، خاص معايير حديثه، خاص تفتر تحملات واضح، الا بغينا فعلا التصدي للسلوك ديال الريع القائم اليوم واللي هو اصل كل هذه المشاكل. الاخوان كما قال فاش كتشوفونا هكا، كما قال السيد الرئيس فاش كتشوفونا هكا مقلقين، ماشي حيت حنا في المعارضه ابدا، ولكن حيت عندنا الكبده على البلاد. حيت الامر كيتعلق بالامن الوطن اللي هو فوق منطق الاغلبيه والمعارضه. نقولها بصراحه، هذه الحكومه عندها كل مقومات النجاح. دابا قولوا لي الشعب المغاربه صوتوا عليها تاقوا فيها حسب ما كتقول، عندها رئاسه الحكومه، عندها رئاسه البرلمان بغرفته، عندها رئاسه جميع جهات المغرب، عندها رئاسه المدن الكبرى في المغرب، عندها رئاسه اغلبيه المجالس الاقليميه واغلب الجامعات وابسطها. قلتوا المغاربه غادي نخدموا، عطاوكم كل شيء، ها انتم حيدتوا لهم كل شيء، قال لكم عاد تبيعوا حوايجهم، وراه واقيلا بداو فيها، بداو كيبيعوا حتى هي. داز العام الاول، قلنا هذه ربما دهشت البدايه. ايوا العام الثاني شنو هي؟ نقولوا ارتباك النهايه، راه قبل هذا الشيء كيبان، ما كاينش شي قراءه اخرى. والحكومه كنقول خليتوا الجمل بما حمل، خليته للسلطات الترابيه، هذا اخطر شيء، السلطات الترابيه والقوات الامنيه للقيام بدور الاطفائي. كنا نصحبوا الحكومه عندها كما كيقول السيد دي ازمه تخطيط، فان بها فقط تخطط للازمه. اسمحوا لي راه ماشي الوالي والعامل والقايد والباشا والكوميسير والبوليسي والمخزني هما اللي كيسطروا السياسات العموميه. الحمد لله المغاربه واعيين بهذا الشيء، واعيين بان الامن والاستقرار هو اكبر نعم. ايوا كما كيقول المغاربه الحر بلا راكم عارفين. وقبل الختام نقطه اساسيه تهم المغرب الاخضر وهو مجرد سؤال اليوم، واش عندنا الجراه باش نعترفوا بفشل هذا المخطط اللي ما وفرش لنا كمغاربه الحد الادنى من الاكتفاء الذاتي؟ هادشي بلا ما نهضروا على المخزون الاستراتيجي، كنا فقط نصدر الماء في الوقت الذي اصبح فيه طبعا الرهان الغد في العالم هو الموارد المائيه. مازال زايدين فيه، قال السيد الرئيس هذاك النهار جاي من الغرب ما بين على بعد على واحد المسافه ديال ديال
ديال واحد 10 ديال الدقائق 80 كيلومتر في الساعه. اش غنقول لكم؟ قلنا بطاطا نقصات وطلعات. بطاطا اللي كانت في غرما بقات جبرت بلاصتها لافوكا. غابات ديال لوكاليبتوس، غابات ديال لوكاليبتوس اللي كانت واحد الخاصيه ديال هاد الجهه مشات كلها تحصدات، كلها طاحت ولات فيها لافوكا، مخصصه لافوكا. دابا غير البنية فين غاديين بهاد البلاد؟ واش ماعرفتش نرجع للارقام؟ واش كتعرفوا شنو هي دابا المغاربه دخلنا عليكم بالله. دابا شنو محتاجين لافوكا؟ سيدي لافوكا خي جيبوها من برا بيعشريوها بيعوها حتى ب 1000 درهم اللي قد عليها وخذها اللي ما قدش عليها عطيتي فيها. ولكن كاين اساسيات كطيع عليا المدينة. واش اخباركم كيلو د لافوكا هادشي غادي نعاود نذكركم بكيلو د لافوكا كيستهلك شحال كيستهلك؟ كيستهلك 200 ايترو ديال 200 بوديزا ديال 5 ايترو 200 بيدوزا. لا خلينا ما بغيت نسهلها لي يفهموها المغاربه، معليش نقول متر مكعب و 1000 لتر، لا 200 بيدوزا ديال 5 ايترو باش تخيلوها. بغيتي تشوف واحد الدوار ما عندوش الماء واقف قدام واحد البزبوز 100 عائله هز 10 ايترو باش غتفطر باش غادي تشرب الماء، شاده 100 عائله عيب الله شاده. هادشي كلشي باش يعطينا كيلو ديال الماء. واش هادشي اللي دابا حنا عليكم والله؟ واش هادشي اللي شنو هاد في هاد البلاد؟ راه شي حاجه ماشي هي. انا دابا كنبحو كنغوتو وكيسميونا خايبين وكيسميونا كنديرو المعارضه من اجل المعارضه وكيسميونا كنركبو على الموجه. اسمحوا لي هادي راه البلاد راني قلتها في الاول وربما عمرنا اكد عليها بالشكل الكافي. حنا ما كنتصروش التخندق حنا ولا الهي، حنا كنتصروا الوطن لان الوطن فوق الجميع. الله يصوب صافي. لا ما غاديش نطول واقيلا غادي بزاف من الذكر ولكن هادشي والله الا كيمرض واحد الله انا ما بقيت فاهم والو. بغيت نتمنى لكم التوفيق. كان بالمناسبة أريد أن أتقدم بالتعازي الحارة لأسرة الدراكي شاهد الواجب الذي وفته المنية عشية أمس أثناء قيامه بالواجب المهني، وذلك طبعا لإنقاذ رجل بدوي من الأمطار اللي تسبت في جرف السيارة ديالهم. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه ورزق آله الصبر والسلوان. كما نتمنى الشفاء العاجل للدراكي الآخرين اللي تصابوا أيضا حتى هما في هذه الحادثة، ونتقدم بعزائنا الصادق والحار ايضا لاسرة الدرك الملكي جميعا بمركز النقود. غادي نكتفي بهذا القدر وسيكون هناك تقرير تركيبي ترقبوه عند نهايه هذا النقاش لتقديم البديل الحركي وله 10 توصيات تقترحها الحركه الشعبيه لحمايه القدره الشرائيه للمواطن المغربي. شكرا لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.